مظاهرات مؤيدة لحفتر في الكيش، وأخرى بطرابلس رافضة لحكومة الوفاق، ومظاهرة داعمة لها بمصراتة، وبيانات من حزب تحالف القوى الوطنية وحكومة عبد الله الثنين رافضة لتمكين الحكومة، واجتماع عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور في سلطنة عمان، واعتصام بطرابلس يطالب أعضاءها بحقهم في المواطنة وبتساوي الليبيين. ملفات للنقاش الآن. بانوراما اليوم مع صالح آدم. داعمون ورافضون، مظاهرات داعمة وأخرى رافضة، وثلاث حكومات لوطن واحد، والمواطن معاناته مستمرة. العنوان حكومة وفاق، والواقع انقسامات تصل حد التهديد والوعيد، وطرابلس الضحية الأولى، وليبيا القربان الأكبر. هيئة لصياغة مشروع الدستور الليبي تجتمع في أقصى جنوب شرق الوطن العربي في سلطنة عمان. مجرد قراءة هذا الخبر تجعل من علامات التعجب علامة مسجلة على وجه أي ليبي. حكومة الوفاق الوطني وآخر مستجداتها ما ستناوله في أولى محاورنا في بانوراما اليوم. أما في الجزء الثاني سنسلط الضوء على هيئة صياغة مشروع الدستور. أهلا بكم. الحديث عن آخر مستجدات حكومة الوفاق الوطني، ونرحب في الأستوديو بالناشط السياسي الأستاذ صلاح البكوش. أهلا بك. أهلا بك. بداية مشاهدينا دعونا نذهب لنتابع هذا التقرير ولنعود. أطراف عديدة أعلنت موقفها الصريح والرافض لدخول حكومة الوفاق الوطني للعاصمة طرابلس. الأطراف هي نفسها التي اتفقت على رفض الحكومة، اتفقوا على أن لا يتفقوا في نقاط أخرى، أهمها حفتر وموقعه المستقبلي في الخارطة السياسية. من ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس غربا إلى ساحة الكيش في بنغازي شرقا، خرجت مظاهرات في كلتا ساحتين ترفض حكومة الوفاق وتعتبرها حكومة وصاية. أما الأولى فتؤيد بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، والثانية تؤيد عقيلة صالح وخليفة حفتر. وبين الأولى والثانية هناك حالة انسداد حقيقية وتعنت لا مبرر له في نظر البعض، خاصة أن حفتر ما زال يقبع في قلب الأزمة. سياسيا وعسكريا لم يخرج الإشكال من مربع الرفض للاتفاق السياسي، وتمسك جناح الأزمة المتمثلان في حكومة الإنقاذ من جهة والحكومة المؤقتة من جهة أخرى برفض حكومة الوفاق مع اختلاف في التبريرات. يلتحق بهذا الموقف أحزاب سياسية وتشكيلات عسكرية سارعت هي الأخرى بإبداء رأيها في الأزمة. غرفة عمليات ثوار ليبيا أبدت موقفا مشابها أو أشد صرامة، وصل حد الحديث عن الاستعداد لحرب طويلة الأمد داخل العاصمة إذا ما فرضت الحكومة بالقوة. تحالف القوى الوطنية جدد رفضه للاتفاق وأصدر بيانا أقرب للدبلوماسية في الخطاب، استنكر فيه ما اعتبره فرضا للآراء وخرقا لمبادئ الديمقراطية وقفزا على مفهوم التوافق حسب رأيه، وحذر التحالف من انهيار العملية السياسية الحاضرة بالغياب حسب مراقبين. في المقابل وفي خضم هذه المستجدات يتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أيام قليلة تفصل حكومته على الدخول لطرابلس ومباشرة مهامها، حكومة دار حولها الكثير من اللغط وباتت محط أنظار داعميها ورافضيها على حد سواء، وهي التي ينتظر منها الشعب الليبي وضع حد للأزمة. إذن مشاهدينا تابعنا هذا التقرير الذي يتحدث عن آخر المستجدات في الساحة السياسية الليبية. معي بالأستوديو الأستاذ صلاح البكوش الناشط السياسي. أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك سيد صلاح. بداية مواقف متفقة ورافضة كذلك لحكومة الوفاق،
دون منحها الثقة من قبل مجلس النواب، منهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وكتلة كذلك ما تسمى بالفدرالية أو السيادة الوطنية، أيضا أبو سهمين رئيس المؤتمر الرافض الاتفاق أصلا، كذلك أيضا حكومة المؤقتة في البيضاء، حكومة الإنقاذ في طرابلس، حزب الجبهة وحزب الوطن، تحالف القوى الوطنية. كذلك شاهدنا بعضا من المظاهرات بالأيام القليلة الماضية. السؤال هنا، هناك اتفاق بين كل هؤلاء على رفض حكومة الوفاق دون ثقة النواب على الرغم من التناقض الصارخ بينهم، ما هو القاسم المشترك برأيك الذي جمع كل هؤلاء على هذا الشرط؟ أولا يجب أن نتذكر أن شكسبير، أو كما قال معمر القذافي الشيخ الزبير، قال منذ مئات السنين، قال إن البؤس يدفع الإنسان إلى شراكات غريبة، وهذا ما يحدث الآن. ما يجمع هذه الأطراف كلها هو مصالح سياسية وجدت في هذا التجمع الآن خطوة مرحلية جيدة. هذه التجمعات ترى أن هذا الاتفاق السياسي وهذه الحكومة لا تعطيها حقها الذي تفترضه في السلطة، وعلى هذا الأساس تعارض، وبمعارضة واهية كقصة أن الحكومة يجب أن تأخذ الثقة من تحت البرلمان، وترى الغرابة، ترى أن الذين كانوا يدعون إلى احترام حكم المحكمة العليا بأن البرلمان باطل هم الآن يدافعون عن حق البرلمان وشرعية البرلمان في إعطاء الثقة للحكومة. وعلى هذا الأساس أعتقد أن ما يقومون به الآن هو محاولات يائسة، ويمثلون أقلية داخل المجتمع الليبي الذي أزعم بأنه يدفع بقوة لتطبيق الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. نعم، لكن سيد صلاح، أيضا هناك أحزاب لها شعبية داخل ليبيا، الجبهة، الوطن، تحالف القوى الوطنية، شهدنا مظاهرات في بنغازي وطرابلس، كذلك أيضا هناك من كان عندما يقال إليهم كيف تذهبون للحوار مع من أسموهم الإخوان والمقاتلة، كان يقولون نحن ليبيون ويجب أن نتحاور مع بعضنا البعض، الآن يتعذرون برفضهم للحوار بأنهم لا يريدون حوارا أو اتفاقا مع الإخوان والمقاتلة. أولا أنا أعتقد أن يجب أن نتعامل بحذر مع هذه مع التسميات القديمة، أن لدينا أحزاب ولها شعبية وما إلى ذلك، وأن هناك وأن نتكلم عن مؤتمر الوطني، وأن نتكلم عن مجلس النواب وما إلى ذلك، لأن هذه التسميات أصبحت غير مفيدة. لأن عندما تتحدث عن المؤتمر الوطني، اليوم عقدت جلسة حضرها 40 شخص من أعضاء المؤتمر، وعشرة من الذين حلفهم السيد نوري بوسامين في الأسابيع الأخيرة اليمين، بدل الذين أقالهم بدون حق وبدون أي سند قانوني، 50 عضو. هذا مجلس النواب لم يستطع أن يجتمع ويقرر بشأن الاتفاق السياسي منذ أن سلم له الاتفاق السياسي بعد توقيعه في 17 ديسمبر، 3 أشهر الآن. وعلى هذا الأساس، أما بخصوص الأحزاب، لم يعد هناك حزب تحالف القوى الوطنية منظم على الأقل داخل بين أعضاء المؤتمر الوطني، لم يعد هناك حزب الجبهة الوطنية التي رئيسها لم يدخل إلى ليبيا، ولا أدري أين كان، ربما كان في الولايات المتحدة على مدى السنتين أو الثلاثة الماضيين. السيد جبريل لم يدخل ليبيا منذ 4 سنوات 5 سنوات، وحزب الوطن ليس له ممثلين لا في البرلمان ولا في له ثقل سياسي يعني معتبر في الساحة، لها الشخصيات لها ثقل سياسي، ولكنها ليست بالأحزاب المؤثرة، ولم يعد هناك أحزاب مؤثرة في الساحة الليبية الآن. نعم، طيب دعنا نتوجه بالسؤال عن مظاهرات بنغازي وطرابلس
ورفض حكومة الوفاق، وهناك أيضا من يدعم هذه الحكومة إلى السيد أشرف الشح عضو لجنة الحوار السياسي. سيد أشرف، أهلا بك. بداية أسألك عن مظاهرات في بنغازي وكذلك في طرابلس ترفض حكومة الوفاق وأخرى في الزاوية ومصراتها تدعمها، ما بين الدعم والرفض برأيك ما هو مصير حكومة الوفاق، وهل ستوحد الليبيين أم ستزيدهم فرقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لحضرتك والأستاذ صلاح البكوش والأستاذ المشاهدين. أهلا بك. المظاهرات الحقيقة للمتابعة خلال الشهرين الماضيين، العمليات المحمومة لعرقلة أي توافق في حده الأذنى لإخراج البلد من هذه الأزمة. ترى الأسابيع الأخيرة أن هناك محاولة ولكنها حظ الليبي لم تكن كما يأمل فيها معارضين الحوار إلى الاتفاق، وشاهد هذه المظاهرات سواء في ميدان الشهداء 30 شهر وفي كيش بضعة أشهر أيضا، لم يلاحظ الجميع في ميدان الجزائر في طرابلس مظاهرات اعتراضا على الأوضاع المعيشية الصعبة كان سبب فيها السيدة مهمة، وهي قرار أن هذين لم يعودوا إلى سلطة في ليبيا أو في طرابلس. أعتقد أن هذه المحاولات الأخيرة هي محاولات للمساومة، وهناك بعض التحركات يومين الماضيين منها لقاء السيد حكيم بالحاج في فايز السراج الزائر وقبوله للاتفاق ولحكومة الوفاق وعودته لطرابلس لإقناع بعض الرافضين، كل هذا مؤشر أن لحظات الأكل الكثير سيتغير بهم طبقا لقوة المصالح. نعم، طيب ابقى معي أستاذ أشرف الشح، سأعود إليك. أعود إليك سيد صلاح البكوش. إذا السيد أشرف يرى بأنها مجرد مساومات في الوقت الضائع، ربما يحاول البعض أن يساوم حكومة الوفاق لمصالح شخصية ربما، كيف تقرأ ما قاله السيد أشرف الآن؟ يعني أنا أتفق مع أشرف في مقاله، وأيضا ما أريد أن أضيفه هو أن ليس عيبا أن تقوم كتل سياسية بهذه المساومات، هذا ما تقوم به الكتل السياسية لتمرير قوانين، لتمرير مشاريع قوانين، يجب أن تكون هناك أخذ وعطاء مع كتل أخرى، تلك الكتلة تريد تمرير قانون جديد للضرائب، هذه الكتلة تريد تمرير قانون جديد للتقاعد، فتحدث مساومات للوصول، هذه هي العملية التشريعية والعملية السياسية. ولكن أعتقد أن ما يجب أن نأخذ حذرنا منه هو أن تطغى هذه المساومات على المشهد السياسي في حين أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية تسير من سيء إلى أسوأ، وهذا هو المحظور الذي لا نريد أن نقع فيه. نعم، طيب نذهب إلى الدكتور سعد المريمي عضو مجلس النواب. دكتور سعد أهلا بك، وأسألك عن آخر المستجدات لديكم في مجلس النواب فيما يخص حكومة الوفاق الوطني. مساء الخير. أهلا بك. وللأستاذ صلاح البكوش والأستاذ أشرف الشح ولكل أخوة المشاهدين. الحقيقة هو ما لم تستجد أي شيء جديد، فالوضع لازال كما هو سابقا، انشقاق واضح في مجلس النواب، عدد من مجلس النواب كما يعرف الجميع مؤيدين لحكومة التوافق، والبعض الآخر رافض لحكومة التوافق، وهناك القوات المسلحة أو الجيش المسمى في جهة الشرق موجودة ومظاهرات في تأييد الجيش هذا، وهناك مظاهرات في الزاوية ومظاهرات في مصراتة مؤيدة لحكومة التوافق الوطني. نعم. فالمشهد شديد جدا صعب، وإلى زال ما هو موجود عليه،
وهناك المحاولات الحديثة باعتبار أن التوافق الوطني الليبي لازال في هناك مشاورات بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني بصدد محاولة التغلب على بعض المشاكل الموجودة حاليا، وهي قد تزيد المشهد أكثر من ناحية الثانية. نعم. طيب. حقيقة ما سمعناه هو أخير حكومة التوافق تدخل مدينة طرابلس، من وجهة نظري ومن وجهة نظر بعض الناس من الصعب الشديد جدا أن تدخل مدينة طرابلس، بالرغم من هناك بعض المساومات التي حدثت تو أخيرا مع بعض الجهات اللي لها سيطرة على مدينة طرابلس ولم تنتهي بعد. فالحقيقة مشهد ضبابي جدا وصعب جدا، وهذا مما دل على شيء، دل أن هناك ابتزاز سياسي صح المعنى. الأقلية تحاول أن تصعب الأمور على الأغلبية سواء كان في مجلس النواب أو في المؤتمر الوطني، ولكن أنا أرى من وجهة نظري ودائما ندعو الإخوة في أعضاء مجلس النواب أن يأتوا إلى مدينة صبرخ وأن يجتمعوا اجتماع كامل، وأن يحاولوا بقدر الإمكان تصحيح المواقف بقدر المستطاع حتى نتغلب على هذه المشاكل. نعم. طيب دكتور سعد، دكتور سعد، ما الذي يمنعكم من الاجتماع في مدينة طبرق؟ دائما ما تصدر بيانات أو تصريحات بأنه لم يكتمل النصاب في جلسة البرلمان بمدينة طبرق، لماذا دائما لا يكتمل النصاب؟ أين هم الأعضاء الداعمون لحكومة الوفاق؟ لماذا لا يتواجدون في مدينة طبرق ويمنحون الثقة للحكومة إن كان هذا ما يريدونه حقا؟ هو صحيح العدد الكبير جدا من بعض الأخوة الذين يتصور أنهم يطلبون إعطاء الثقة للحكومة بالقدر اللي صار، ولكن ما حدث في الاجتماعات السابقة من عدم اكتمال الجلسة هو أن معظم أعضاء مجلس النواب العدد كبير جدا لم يكن يحضر، وبالتالي النصاب لم يكن مكتمل سواء كان في الأسبوع الماضي، وأتصور كذلك هيحدث غدا النصاب لا يكتمل، باعتبار أن الإخوة الذين يزعمون أنهم أعطوا الثقة للحكومة بالتوقيع اللي هم 96 شخص زائد 3 غير المفروض منهم، واعتبروها أن هي تزكية أو الحكومة، بالرغم أني قلت سابقا أن هناك خطأ قانوني كبير جدا سواء كان المجتمع أو المجتمع السياسي اللي اجتمع في السكرات وفي الثقة أو الصرح للمجلس الرئاسي، وأن مجلس النواب أقر المجلس السياسي في جلسته الماضية 25 يناير، بالرغم أن هناك بشرط مشروط وقلنا سابقا فهناك خلل قانوني موجود، المطلوب تو حاليا أن تفتح جلسة بالنصاب القانوني وأن يتم إدراج الاتفاق السياسي من ضمن نعم التعديل على الإعلان الدستوري. طيب ابقى معي دكتور سعد المريمي، أعود لك أستاذ صلاح البكوش. يعني الحديث عن اتفاق سياسي آخر فيما يخص الحوار الليبي كما يسمى، يعني ما ورد في هذا الاتفاق؟ كيف هذا ما يجب أن نوجهه للدكتور الفاضل المريبي، وهو كيف يمكنه الحديث عن التصويت على الاتفاق السياسي الليبي وفي نفس الوقت وقع على بيان منذ الأسبوع الماضي هو والسيد عوض عبد الصادق، يقول بأن سيحول مشروع الاتفاق إلى مجلس النواب والمؤتمر الوطني لمناقشته والتصديق عليه خلال أسبوعين، الأسبوعين يكملن ظني الأسبوع هذا، والاتفاق الوطني الذي توصل إليه السيد الدكتور المريمي والفريق الذي معه الذي عينه عقيلة صالح وفريق المؤتمر الوطني برئاسة السيد عواد عبد الصادق الذي عينه نوري بوسهمين، توصلا إلى اتفاق حذف المادة 8 حول المناصب العسكرية العليا وشغورها، وحذف المادة 14 من الأحكام الإضافية التي تقول بأن جميع القرارات الصادرة منذ أغسطس 2014 وهو تأسيس مجلس النواب تعتبر لاغية.
نحن نريد إجابة من السيد طيب المريمي. نتوجه بهذا السؤال إلى الدكتور سعد المريمي. دكتور سعد، استمعت لما ذكره الآن السيد صلاح، ذكر بأن في الاتفاق الذي وقعتم عليه في الحوار الليبي والذي وجهتموه إلى مجلس النواب وكذلك إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام، حذفتم المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وكذلك مادة من كانت في الأحكام الإضافية، نعم مادة 14. يعني هل هذا الكلام حدث فعلا؟ ما الذي يحدث في الحوار الليبي؟ دكتور سعد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور سعد المريمي. أذهب إلى الأستاذ شعبان أبو ستة، عضو مجلس الأعلى للدولة. سيد شعبان، أهلا وسهلا بك. سيد شعبان أبو ستة، إذا كنت معنا. أيضا هناك مشكلة بالاتصالات. أعود إلى أيضا سيد أشرف الشح، عضو لجنة الحوار السياسي، معنا عبر سكايب. سيد أشرف، يعني هناك بعض الأحزاب ترفض هذه الحكومة رغم اختلافهم سياسيا من حيث التوجه، هل لدى هؤلاء حلول مقترحة؟ ولماذا برأيك كل هذا الرفض؟ أعتقد أن اتفاقهم وهم متضادين في الأفكار وفي التوجهات وفي المصالح أيضا، وأعتقد أن لم يعد لديهم حتى قواعد شعبية. الآن هي عملية فقدانهم لمصالحهم، عدم تواجدهم في هذه الحكومة وسياستها. ولكن كما لاحظت أظهرت هناك مساومات ومحاولات للقفز كان آخرها لم يعلن عنها بين رئيس الرئاسي وبين مجموعة من الأحزاب. وأعتقد الأيام القادمة مع تأكد الجميع أن هذا الحل ماضي قدما ستتغير مواقف كثيرة أخرى. نعم. طيب ماذا عن الاجتماع الذي ذكرته قبل قليل بين رئيس مجلس الحكومة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وبين عبد الحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن الذي كان بالجزائر؟ ما الذي حدث هناك تحديدا وكيف كان هذا الاجتماع؟ الحقيقة الاجتماع كان فيه اعتراف من السيد عبد الحكيم بأن لا مجال لمعارضة أو الاعتراض على هذه الحكومة وعلى مجلسها وعلى الاتفاق السياسي، لأنه لا توجد أخرى، وإيمانا منه كما يقول بأن مصلحة الوطن تحتاج إلى توافق، فإنه عم دخولي مع أنه لا كما يقول. نعم. طيب سأعود إليك أستاذ أشرف. يعني اجتماعات في الجزائر ورئيس حزب الوطن كما ذكر سيد أشرف الشح يوافق على حكومة الوفاق و يوافق على المجلس الرئاسي، يوافق على هذا الاتفاق. إذن لماذا يعني هناك اجتماعات ودعم لهذه الحكومة، ومن جهة أخرى نشاهد بيانات تتناقض مع مواقفهم المعلنة؟ يعني حتى في لجنة الحوار في وقت سابق عندما أصدر المجلس الرئاسي بيانا يدعو فيه المؤسسات والجهات التابعة للدولة الليبية أو الحكومة الليبية بأنها تتعامل مع حكومة الوفاق، أصدرت يعني بعضا من لجان الحوار ولجنة الحوار بيانا ذكروا فيه بأنه تم هناك فهم خاطئ لما للدعم لهذه الحكومة، فكيف تقرأ كل هذه؟ أنا دعنا نتحدث عن حزب الوطن. نعم. أعتقد أن ما ذكره الصديق أشرف عن اجتماع السيد عبد الحكيم بالحاج رئيس الحزب مع السيد السراج في الجزائر ليس بموقف جديد. إذا قرأنا أن السيد جمال عاشور رئيس المكتب السياسي وقع
كعضو في لجنة الحوار على البيان الذي صدر في تونس تأييدا للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي والحكومة. دعنا من ذلك البيان الذي وقعوه مع مفتاح قويدير ومحمود جبريل الذي يحتج على بعض التفسيرات للبيان الأول، ولكن أعتقد أن هذا ليس موقفا جديدا من حزب الوطن، فهو يدعم الاتفاق السياسي بل شارك في الحوارات في المسارات السياسية للحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة. ولكن سيطلح هناك اتهامات الآن في الشارع الليبي وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي إلى هذا الحزب تحديدا بأنه من الأسباب الرئيسية لعرقلة دخول الحكومة لطرابلس. هناك تضخيم، لنعترف هناك تضخيم في ليبيا، أن الصراع في ليبيا بين إسلاميين وليبراليين، بين الإسلام السياسي والذين يريدون الدولة المدنية. هناك تضخيم بأن الإخوان المسلمين والمقاتلة ومش عارف شنو يسيطرون على الحكم، وهذا كله أعتقد أنه غير صحيح، لأن الواقع لا يؤيد ذلك. عندما تنظر إلى على سبيل المثال يقولون بأن الإخوان المسلمين يسيطرون والمقاتلة يسيطرون على المؤتمر الوطني، ولكن عندما تنظر وتدرس المجلدين أو ثلاثة التي تحتوي على جميع قرارات المؤتمر الوطني العام لا تشتم فيها رائحة إسلام سياسي أبدا. يعني رؤساء الحكومات لم ينجح أحد من التيار ما يسمى بالتيار إسلام السياسي كرئيس الحكومة. زيدان لم يكن من ذلك التيار، التني لم يكن من ذلك التيار. وعلى هذا الأساس أعتقد أننا يجب أن نأخذ هذه المسميات بحذر. الصراع في ليبيا هنا الصراع هو صراع على السلطة بين أطراف تختلف حول من سيتحكم في السلطة وما هو شكل الدولة الجديدة. صراع سياسي على السلطة بحت، ليس صراع أيديولوجي في ليبيا وليس صراع ديني أو أي شيء من ذلك القبيل. طيب دعنا نعود للدكتور سعاد المريمي عضو مجلس النواب والذي ينضم إلينا عبر الهاتف مرة أخرى. دكتور سعد، كنت قد سألتك عن آخر مستجدات الحوار الليبي والذي ذكر الأستاذ صلاح البكوش بأنكم حذفتم في آخر اتفاق بينكم وبين المؤتمر الوطني المادة 8 من الاتفاق السياسي الموقع بسخيرات، وكذلك المادة 14 من الأحكام الإضافية. هل يعني هذه المعلومات صحيحة؟ إن كان لديك أي تعقيد تفضل. الكلام صحيح، وللأستاذ صلاح وللأخوة المشاهدين أنا لما نقصد أن الجلسات تخص مجلس النواب ولحكومة التوافق الوطني، فالمجلس النواب لم يأخذ جلسة لإنعدام النصاب القانوني لهذه الجلسات. أما الوفد الذي شكل من مجلس النواب من قبل رئيس المجلس ولأجل التحاور مع وفد المؤتمر الوطني بالخصوص، بدأ زي ما قلنا سابقا أخذت المسودة الثالثة الأخيرة وتم فيها التعديل بين المجلس وبين المؤتمر الوطني بغرض أن تخرج مسودة كاملة تكون تحت توافق المؤتمر الوطني وتحت توافق المجلس النواب وحسب المسارات اللي موجودة اللي هي المسار السياسي والتنفيذي وكذلك المسار الأمني. وحدث حوالي 10 أيام من النقاش حول عدة المواد، وتوصلنا أخيرا إلى وجهة طرق كاملة متفقة من الجانبين بحيث عند اكتمالها هترفع لمجلس النواب لمناقشتها واعتمادها في حالة وافق عليها أعضاء مجلس النواب، وكذلك ترفع للإخوة أعضاء المؤتمر الوطني مناقشتها وتوقيعها في حالة اتفاق عليها. دكتور سعد المريمي، من الذي اقترح حذف المادة 8 والمادة 14 من الاتفاق السياسي الموقع بسخيرات؟ هل وفد يعني مجلس النواب ام وفد المؤتمر ام كان هناك اتفاق من الوفدين؟ احنا لما ماشيين هنا مجلس النواب لهذا كان هذا واحد المطالب
بحيث أن لا تشخص المناطق بأشخاص معينة، وبالتالي لا نريد أي تأجيج في الموقف بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني. وتم الاتفاق على أن هل الاختصاصات أو الموجودة في المناصب هذه تؤول إلى السلطة الرئاسية التي تأخذ المناصب العليا، وعلى ضوها لا يبنى الجيش ويبنى الشرطة بمناصب وليس بشخصيات معينة تسمى حتى لا تصير التأجيج بينها، وبالتالي نستطيع أن نمشي مع المسار السياسي بهالكيفية هذه. الأهم من ذلك إذا وافد مجلس النواب هو من طلب بهذا الحذف لهذه المواد. ليس هي عملية حذف بحد ذاتها بقدر ما هي عملية الاتفاق على معظم النقاط، على هو عبارة عن جملة كاملة من المواد يتم التحاور عنها وتم التحاور عنها خلال العشرة أيام باتفاق. نعم، لكن دكتور سعد كان حتى في الجلسة الماضية لمجلس النواب تحفظ على المادة الثامنة تحديدا، لذلك أسألك عن هذه المادة يعني بالتحديد، لأن كان هناك تحفظ من مجلس النواب عندما وافق على الاتفاق السياسي. كذلك الآن أنتم كأعضاء لمجلس النواب ذكرت بأنكم قدمتم إلى طرابلس وكانت هذه من أولى المطالب لديكم. طيب ماذا كانت ردة فعل وفد المؤتمر الوطني؟ هل اتفق معكم يعني على هذا مثلا التعديل أو الحذف كما أردت أن تسميه؟ تفضل. هي مسودة الاتفاق الوطني الليبي جاهزة، حتوزع وتوضع في الانترنت وكل الناس حاليا. الفكرة احنا لما صار التصويت على الاتفاق السياسي في مجلس البرلمان اشترطنا شرط ان هي تحدث المادة الثامنة لإقرار هذا الاتفاق، والاخر اللي هم المجتمع الدولي او الامم المتحدة قالت بان المسودة قفلت ولا يمكن التغيير فيها، وبالتالي نعتبر ان الاتفاق اللي تم والتوقيع في السفارات غير قانوني كامل باعتبار ان لم تحدث الفائده ولم الشرط يتحقق. لما ذهبنا احنا كوفد ومشينا لمجلس النواب للمؤتمر الوطني وجلسنا اخذنا المسوده من البدايه من المقدمه وواضعين في الاعتبار انها الحساسيه اللي موجوده في الماده هذه لا نريدها ان تبنى على اشخاص، ونحن نريدها ان تضع كمناصب، ولا يهم من هو الذي حيتولى المناصب بعد ذلك حتى يتم هناك الاتفاق بين المؤتمر الوطني وبين مجلس النواب بوضع المناصب كاملة، وتبقى الأشخاص حسب وفقة الاتفاق من هو حيتولى. طيب هل هناك ذكر لأشخاص في المسودة الأولى دكتور سعد؟ لا، ليس هناك أي ذكر لأي أشخاص. طيب إذن لماذا التعديل؟ اتفقنا عليه أن هناك رئاسة لهالمجلس تتكون من رئيس مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني، تعطى لهم المناصب العليا وعلى ضوها يتكيف، وهذا كله عبارة عن مقترح لم يتم المقترح التوقيع عليه، ولكن قاعد بعبارة عن مقترح. المسار السياسي لوحده، المسار التنفيذي الآن احنا وطالبت بكم مرة على أساس أن هناك توأمة بين الوزارات اللي موجودة، يعني الوزارات الخدمية بالذات. نعم. يفترض أن تكون هناك توأمة بينهما كوزارة الصحة مثلا، وزارة التعليم، الوزارة المالية، مصرف المركزي، يجب أن هناك نوع من التوأم بين المناصب الخدمية أكثر حتى يتم تقدم خدمات للمواطنين. والخير الدليل على ذلك ما هو حدث من فتح الاعتمادات في المدة الأسبوع الماضي وقبله. هذا فتح الاعتمادات أدى إلى أنه استيراد المواد الغذائية وبعض الأدوية، الأمر الذي أدى إلى أن رؤساء الأموال أو أصحاب الاعتمادات يودعوا أموالهم بالمصارف، وبالتالي تصبح النقدية تسهل أكثر. نعم. ذلك طيب. حل المشاكل. دكتور سعد ابقى معي، سأعود إليك. نعم. للحديث عن الحوار الليبي وعن آخر المستجدات فيه، وكذلك عن مجلس النواب. أعود إلى الأستاذ أشرف الشح عضو لجنة الحوار السياسي الليبي عبر سكايب. أستاذ أشرف، إن كان لديك تعقيب أو تعليق عن ما ذكره الدكتور سعد المريمي
فيما يخص الحوار الليبي الليبي، وكذلك عن التعديل في المسودة وتحفظ مجلس النواب عن المادة 8 تحديدا، وكذلك المادة 14 في الأحكام الإضافية من المسودة النهائية من الاتفاق السياسي الليبي. تفضل. الحقيقة الغريب في الكلام اللي ذكره السيد المريمي هو أنه ذكر أن مجلس النواب قد صوت على قبول أو على اعتماد الاتفاق السياسي بغض النظر عن التفاصيل الأخرى، ولكنه وافق بشكل ديمقراطي على الاتفاق السياسي. هذا الحقيقة مانع قانوني على رئيس المجلس وعلى أي عضو في المجلس أن يفتحوا مسارات جديدة لأي اتفاقات أخرى أو بدائل أخرى، وهذا يعتبر مضاد لمفهوم الديمقراطية التي أو القانون أو الإجراء القانوني الذي يحاول أن يستند عليه السيد المريني. كيف لرئيس مجلس النواب وهو رئيس لجلسات المجلس وليس صاحب قرار المجلس أن يتخذ قرار بتشكيل وفد وإرساله للمؤتمر لبدء مسار سياسي جديد لاتفاق جديد، ومجلس النواب الذي يرأسه والذي السيد المريم عضو فيه قد صوت بالموافقة على هذا الاتفاق؟ الإجراء الذي قام به عقيلة صالح والسيد المريم ومن معهم كان يفترض على مجلس النواب أن يعقد جلسة أخرى يصوت فيها بإلغاء اعتماده للاتفاق السياسي كي يبدأ مسار جديد بغية منهم في حل الأزمة الليبية كما يأمل الليبيين. ولكن ما المتابع، أي متابع لهذه الأحداث لا يمكنه أن يطلق عليها إلا مصطلح العبث ومصطلح الضحك على الدخون ومحاولة إضاعة الوقت على الليبيين دون شعور بالمسؤولية الوطنية. طيب، لكن إذا كانت المادة 8 هي المشكلة أستاذ أشرف، لماذا لا يتم تعديل المسودة؟ يعني هناك الكثيرون يطالبون بتعديل المسودة خصيصا أو خصوصا في هذه المادة تحديدا، لماذا لا يتم التعديل؟ شوف، قبل الدخول أنا لم أرد الدخول في تفاصيل المواد التي ألغيت والتي تم التعديل فيها في هذا المقترح الجديد الذي قام به الأقلية المعارضة من الطرفين، لأنه الأساس الذي استندوا عليه خاطئ وغير قانوني ولا يمكن أن يستند عليه، بالتالي ما كان أساسه باطل فكل ما تبعه لا يمكن أن نعلق عليه، مع أننا علقنا في حلقات سابقة في على قناتكم مع الأستاذ صلاح البطوش وآخرين على التفاصيل التي تم التعديل فيها وتم التلاعب والالتفاف عليها، مع أنها كانت مطالب رئيسية للأضداد الذين يحاولون الظهور اليوم بأن لديهم مسار سياسي أفضل يمكن به الخروج من الأزمة الحالية. نعم، طيب أعود إلى اجتماع الجزائر بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وكذلك رئيس حزب الوطن، من كان الوسيط في هذا اللقاء؟ وكذلك عندما عاد رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج إلى طرابلس، هل تواصل مع شركائه في طرابلس لربما إقناعهم بقبول حكومة الوفاق ودخولها إلى طرابلس دون أن يكون هناك أي مشاكل أو اشتباكات؟ الحقيقة الوسيط كانت الحكومة الجزائرية هي التي نسقت في مثل هذا اللقاء رغبة في تقريب أو تقليل المعارضين أو الاستماع إلى وجهة نظر من يعارض إن كان هناك أساس يمكن التعاطي عليه أو الاستناد عليه أو مطالب معينة يمكن تلبيتها بشرط أن لا تكون أو تنحصر في مصالح شخصية أو فئوية ضيقة. هذا كان الأساس، وكان السيد عبد الحكيم في ردوده إيجابي جدا حسب ما قاله في ذلك الاجتماع، وعد بأنه سوف يتناقش مع شركائه المعارضين عند رجوعه في طرابلس وسوف يحاول إقناعهم بالقبول. كل هذا الحقيقة يجب أن يتم التنبيه إلى نقطة رئيسية، لأن الاتفاق السياسي قد تم توقيعه وقبوله من غالبية الليبيين. المظاهرات المؤيدة والبيانات آخرها اليوم ظهر بيان للمنطقة الغربية من الحدود التونسية حتى مدينة سرمان
بكل تشكيلاتها المسلحة ومجالسها البلدية والعسكرية، مؤيدة للاتفاق السياسي ولدخول حكومة الوفاق الوطني. الترتيبات الأمنية واتصالات الحقيقة من العديد من التشكيلات المعارضة. سيد أشرف، ماذا عن المنطقة الشرقية والتي خرج في ساحة الكيش ببنغازي يعني بعض المتظاهرين يرفضون حكومة الوفاق؟ في المنطقة الشرقية الموضوع مختلف، لأن المؤيدين لخليفة حفتر يعارضون بشدة الاتفاق السياسي، لأنه لن يمكن خليفة حفتر من إكمال مشروعه الانقلابي بالكامل. بالتالي ولكن يعني سيد أشرف، خليفة حفتر تقابل مع مارتن كوبلر وتحدث معه وأبدى قبولا نوعا ما بهذا الاتفاق. كان ذلك قبل التوقيع، مع بعد أن تمكن من تسمية أعضاء المجلس الرئاسي اعتقادا منه أن العضو الذي سماه سيتصرف بالطريقة التي رآها الجميع يتصرف بها، وبهذه الطريقة اعتقد أنه يمكنه تعطيل وإرباك المشهد من داخل المجلس. ولكن لحسن الحظ أنه لم يتمكن وعاد وحاول إفساد العملية في جلسة مجلس النواب، وتمكن من عدم تمكين الأعضاء من التصويت الديمقراطي الذي يحاول البعض الآن الاستناد عليه. حقيقة حاولوا بكافة الطرق إفساد العملية من الداخل، والآن يحاولون إفسادها من الخارج، وهذا دليل كافي لكل متابع بأن هذه الفئات القليلة لم تجد مصالحها التي تمتعت بها طيلة فترة الأزمة والتي لم يستشعروا فيها المسؤولية الوطنية، والآن لا يريدون السماح بإنهاء هذه الأزمة لأنهم سيخسرون. طيب، ابقى معي سيد أشرف، أعود إليك أستاذ صلاح البكوش. زيارة أو لقاء فايز السراج مع رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج ودعم عبد الحكيم بالحاج لحكومة الوفاق، وكذلك الوعد بأن يتحدث مع شركاء في مدينة طرابلس بأن يقبلوا بهذه الحكومة، هل هناك ردود فعل داخل طرابلس يعني تثبت هذا الكلام بأنه فعلا هناك تغير في وجهات النظر ربما لدى بعض شركاء عبد الحكيم بالحاج بطرابلس؟ أنا لم أكن قط من الذين يعتقدون بأن حزب الوطن سيعارض الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق عدا معارضة سياسية، وكنت دائما أعتقد أن حزب الوطن سيأتي كما أتى إلى الحوار السياسي الليبي في الصخيرات وفي الجزائر وجميع المسارات الأخرى، وسيأتي أيضا لمحاولة مساعدة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في تأدية مهامها مهما كانت اعتراضاتهم. ولكن أعتقد أن حزب الوطن كما هو حزب الجبهة وما إلى ذلك قد قرر منذ زمن بعيد وربما منذ ولادته أن يتبنى المسار السياسي وليس المسار العسكري. وعلى هذا الأساس أعتقد أن لقاء السيد عبد الحكيم بالحاج مع السيد السراج يأتي في هذا السياق، وأنا أستبشر خيرا بهذه الأخبار التي نقلها لنا العزيز أشرف. ولكن أريد أن أعلق على نقطتين. النقطة الأولى ذكرها السيد المريمي وهي أن تم الاتفاق، طبعا الاتفاق ما يسمى بالاتفاق الوطني، الاتفاق الوطني مشروع قدم الآن برسالة رسمية من مكتب السيد عواد عبد الصادق برقم إشاري إلى أعضاء المؤتمر الباقين من أعضاء المؤتمر الوطني، وهذا مشروع وقدم أيضا أعتقد لمجلس النواب، والسيد المريمي وقع على البيان الذي تناقلته الصحف والذي يقول في آخر فقرة منه إن هذا المشروع سيقدم إلى مجلس النواب والمؤتمر الوطني لمناقشته وإبداء الرأي فيه خلال أسبوعين، فما هوش مشروع. ثانيا قصة إن المادة الثامنة لأنها شخصنة، لنذكر المشاهدين بما هي المادة الثامنة، ليس فيها أي شخصنة. تقول المادة الثامنة تقول
صلاحيات جميع المناصب العسكرية القيادية العسكرية والمدنية والأمنية العليا إلى رئاسة مجلس الوزراء فور التوقيع على هذا الاتفاق، وإن لم يتخذ المجلس قرارا بهذا بخصوص شاغريها خلال 20 يوما يتخذ قرارا بتسمية مرشحين آخرين خلال 30 يوما. أين هي الشخصنة؟ تقول جميع المناصب العسكرية والأمنية والمدنية العليا، نعم. أين هي الشخصنة؟ المادة 14 كذلك، المادة 14 تقول بأن تعتبر جميع القرارات الصادرة منذ أغسطس 2014 وحتى توقيع هذا الاتفاق والتي تتنافى مع مبادئ وروح هذا الاتفاق تعتبر لاغية، ومنها قرار مجلس النواب باعتبار فجر ليبيا منظمات إرهابية، مشروع إرهابي، هذا يتنافى مع القرار الذي يوصف فقط تنظيم الدولة، وقرارات أخرى. ولكن على 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 كل حال، على كل حال، أنا أعتقد ما يقوم به حفتر الآن، وذكرت أنت سؤال مهم جدا، وهو أن بس حفتر أو تلاقى هو كوبلر وافق على الاتفاق، ولكن حفتر يقوم بنفس أو يتبنى نفس الاستراتيجية التي يتبناها نظام السيسي في مصر، وهو عن طريق الإفصاح إعلاميا عن مساندتهم للاتفاق السياسي، وفي نفس الوقت اتخاذ خطوات أخرى عملية على الأرض لإفساد هذا الاتفاق ونسفه. هذا ما يقوم به حفتر. نعم. طيب نتجه إلى دكتور سعد المريمي عضو مجلس النواب. دكتور سعد، برأيك هل سترى حكومة الحوار الليبي وكذلك الاتفاق الوطني الناتج عن الحوار الليبي النور، وسيعترف به العالم، خاصة بأن العالم الآن والمجتمع الدولي قد اعترف بالحكومة حكومة الوفاق الوطني ويعتبرها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة الليبية؟ احنا لا نريد ان نتدخل في الامور اعترافات المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لم يعترف بعد، كل الدول لم تعترف بعد كلها، ولكن في هناك دفع للقبول باش تكون الحكومة شرعية والجميع يعلم لازم تاخذ الثقة من قبة البرلمان، وهذا صعب جدا في المرحلة الحالية لعدم توفر الاتصال زي ما اسبق. ثالثا، احنا ما يتم الحوار حول بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني هو محاولة تقارب وجهة النظر بين الجسمين اللي موجودين. لكن دكتور سعد، الآن الدول تستقبل رئيس الوزراء أو رئيس المجلس الرئاسي كممثل شرعي لليبيا، كان ممثلا لدولة ليبيا في المؤتمر الإسلامي، كذلك أيضا الآن يتلقى دعوات رسمية من المملكة العربية السعودية، كذلك آخرا الآن من بريطانيا، واعتراف من مجلس الأمن، الكل يتحدث على أن هذه الحكومة هي الممثل الشرعي الوحيد، كذلك روسيا والصين دول كبرى تدعم هذه الحكومة وتعتبرها الممثل الشرعي الوحيد. هي لا تمثل حكومة، لأن الحكومة من وجهة النظر القانونية حسب متعارف عليه في جميع دساتير العالم أن الحكومة تأخذ الثقة من تحت قبة البرلمان، وهذا لم يحدث بعد. إنما التوافق السياسي تم تسقيرات باعتبار أن مجلس الرئاسة تكون ذاك شكل يختلف على ما هو حكومة، هناك فرق بين رئاسة المجلس وبين الحكومة. الحكومة لم تولد بعد ولم تعطى الثقة من مجلس النواب، بينما مجلس الرئاسة أقر التوافق السياسي الموجود في السياسة، أقر مجلس الرئاسة، وهو ما يحاول أنه يتحرك حاليا. ولكن المجتمع الدولي حاليا يدفع بقبول الحكومة بطريقة الورقة الموقعة من النواب المذكورين سابقا، وهذا مخالف للقانون، لأنه يفترض أن يتم تحت قبة البرلمان. ما الضير في ذلك؟ لازم يكون هناك توافق تحت قبة طيب البرلمان. عندما يتفق أو يوقع البرلمان على
الاتفاق السياسي بالصخيرات ويتجه إلى المؤتمر الوطني ويبرم اتفاقا جديدا أو يوقع اتفاقا جديدا أو يتحاور لاتفاق جديد، أليس هذا أيضا تشوبه شائبة قانونية ربما؟ هو صحيح أن احنا لم تتم الناحية القانونية بعد بين الاتفاق السياسي لموقف الصخيرات والتوقيع، عارفين جميعا ولا نريد أن ندخل في مباحثات سياسية مرة أخرى، أنه هو غير صحيح سواء كان من جانب المؤتمر الوطني سواء كان من جانب مجلس النواب. الذين وقعوا في الصخيرات لا يمثلوا بصورة كاملة الناحية القانونية، ومع هذا تم في مجلس النواب الإقرار على الاتفاق السياسي في الصخيرات بشرط حذف المادة الثامنة المذكور، وبالتالي الناحية السياسية والقانونية لم يتم بعد لا طيب الاتفاق اللي تم في الصخيرات ولا هي التمرير. دكتور سعد، سيد صلاح يريد أن يعقب على حديثك، تفضل سيد صلاح. يا دكتور سعد، مع كل احترامي لك وتلاقينا هنا ويعني سعدت بلقائك، ولكن دكتور سعد لما نقول ان قانونيا ضروري ان مجلس الوزراء ياخذ الثقه من مجلس النواب، الم يقل الاعلان الدستوري ان مجلس النواب ينتهي في 20 اكتوبر ولا يمكن التجديد له الا باستفتاء، وقررتم ان الظروف تحكم علينا ان نتجاهل تلك الماده، لماذا لا نستطيع القول ان الظروف تحتم علينا تمرير هذه الحكومة بما أن 100 عضو وقعوا، مش ضروري تحت القبة، في القبة هي في بنغازي المفروض على الأقل، هذا اللي كنا نعرفه، يعني شو الفرق؟ تخطي المادة في الإعلان الدستوري والتمديد لنفسكم، وهو حق لم يعطيه لكم التعديل الدستوري، ولكن قلتم أن الظروف، وهذا الموقف الآن. تفضل سيد دكتور سعد. نعم. أول شكر، كل شكر للأستاذ صلاح وسعدنا بمعرفتك. الناحية الأولى أن الاتفاق السياسي اللي تم في الصخيرات حسب ما هو موجود بأنه هو يعطي لمجلس النواب شبه الاتفاق السياسي عليه ويمنح الناحية القانونية. احنا لما اجتمعنا سنة 2015 في آخر بحيث أن المجلس النواب مدد لنفسه إلى غاية ما يحل جسد قانوني محله، أعتقد هذا أمر طبيعي لأن لا نستطيع أن نترك التشريع في فراغ سياسي يعني على الإطلاق، وبالتالي ما عندناش احنا مادة في الإعلان الدستوري بتقول أن مجلس النواب تنتهي كذا وكذا كذا بالصورة هذه. لكن البعض وحاليا يقول لك بعد توقيع الصخيرات الاتفاق السياسي لمجلس الصخيرات اعطى لمجلس النواب احقيته في الوجود لمده سنتين حسب هذا، لكن الحكومه هي من وفق القانونيه انه يفترض ان ياخذ الثقه من مجلس النواب، والثقه لم تمنح له بعد، وبالتالي الحكومه تعتبر غير قانونيه الى حد الان. هذا من ناحية القانونية اللي احنا نعرفوها يعني. نعم، الدكتور سعد المريمي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ أشرف الشح عضو لجنة الحوار السياسي الليبي. أستاذ أشرف، يعني هل من علاقة لهذه المواقف المتسقة مع مسار الحوار الليبي؟ هل تعتقد بأن هناك علاقة بين رفض بعض الأحزاب وبعض التيارات السياسية لحكومة الوفاق وبين الحوار الليبي أن هناك ربما اتفاق يوازي الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات؟ الحقيقة تمنيت أن ألقي سؤال أو أطرح سؤال على سيد المرمي قبل أن تنهي استضافته، لأن الكلام غريب، الكلام غير مفهوم. البرلمان حسب وجهة نظره يستمد شرعيته من الاتفاق الذي وقعه الأشخاص غير المخولين في الصخيرات، ومن ثم هذا الجسم الذي يستند إلى هذه الشرعية يذهب أو مجموعة منه تذهب وتحاول إنشاء اتفاق آخر
يلغي هذا الاتفاق. لا حقيقة عبث سياسي لا يمكن تحليله أو التفصيل وإعطاء حقي من الشرح، لأنه خطوط متداخلة لا تعبر على شيء إلا محاولة إفساد الحد الأدنى من التوافق الذي وصل إليه الليبيين بعد سنة ونصف من الحوار، ومحاولة استمرار هذه الأزمة، لأن كل ما يطرح من بدائل مع كل الاجتهادات التي تظهر من هنا وهناك لمحاولة تسويق إلى الرأي العام لا يعدو كونه عبث سياسي، لأنه لن يفضي إلى شيء إلا لاستمرار هذه الشخصيات التي كانت سبب في الأزمة وسوف تستمر في هذه التصرفات التي لم تنهي الأزمة في ليبيا. على أوضح ما تم الاتفاق عليه في هذه المسودة التي اتفقوا عليها المعارضين مما سمي بالاتفاق الوطني هو إعطاء صلاحيات لنوري أبو سهمين وعقيلة صالح فيما يتعلق بالمناصب العليا والقائد الأعلى للجيش وبعض الصلاحيات الأخرى وتوقيع الاتفاق بينهم، أي أنهم يعرفون جيدا أن غالبية مجلس النواب وغالبية المؤتمر السابق الذي تحول الآن أو يستعد للتحول لمجلس الدولة لن يحضروا معهم ولن يصوتوا لهم، بالتالي أكملوا هذا المشروع لا. بأن طيب. سيد أشرف بعض الموظفين في الوزارات وبحكومة الإنقاذ بطرابلس أعلنوا دعمهم لحكومة الوفاق، كذلك هناك أنباء على أن الحكومة ستبدأ أعمالها من جنزور، هل تؤكد لنا هذه المعلومة؟ وأيضا يعني متى تتوقع أن تكون حكومة أو أن تبدأ حكومة الوفاق أعمالها من طرابلس؟ حكومة الوفاق سوف تبدأ أعمالها من طرابلس هي خلال أيام قليلة جدا جدا الحقيقة، يمكن البدء في العد التنازلي من الآن، الإجراءات شبه انتهت من ناحية التركيبة. هل ستكون في جنزور أم في المقر الحكومة بطرابلس؟ لا، هذه تفاصيل أمنية لا يستطيع التصريح بها أحد إلى أن تتواجد الحكومة في طرابلس، ولكن ما نطمئن به الجميع وكما أعلنه رئيس حكومة التوافق في لقائه التلفزيوني الأيام الماضية بأن خلال أيام قليلة الحقيقة مر من هذه المدة ثلاثة أيام وهناك بعض الأيام القليلة وسوف تكون الحكومة في طرابلس. الأستاذ أشرف الشح عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك. إذا أعود إليك سيد صلاح، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يدعم حكومة الوفاق ووجه دعوة كذلك لفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لزيارة بريطانيا، العالم يدعم هذه الحكومة، يعني برأيك هل هناك أيضا أطراف ليبية تعارض هذه الحكومة، هل ينذر هذا إلى حرب جديدة في ليبيا ربما تكون في طرابلس أم أن لن يكون هناك هذا التوقع؟ أيضا قذاف الدم صرح مؤخرا بأن من المرجح أن يشعل منافسو حكومة الوفاق في طرابلس معارك وعنف وأعمال عنف، ورأى أن حكومة الوفاق تفتقر إلى الخبرة إلى جانب ترشيحها خارج ليبيا، وتوقع اشتعال مواجهات دموية داخل طرابلس قد تؤدي إلى نزوح آلاف المواطنين. تعليقك على الخبرين. سأعلق على فيليب هاموند، أما أحمد قذاف الدم أنا لا أريد أن أعلق على شخص يتجول في بدلة بيضاء ويمسك عصا بكركوبة ذهبية عليها، يعني شيء غير مشجع على التعليق عليها أو حتى التفكير فيها وإضاعة الوقت فيما يقول أحمد قذاف الدم. ولكن المهم هو ليس المهم أن يعني هو حاجة جيدة أن شخصيات أجنبية إيطاليا وفرنسا وكذا وتحدثوا مع السراج ويدعمون، ولكن المهم هو أن نحن الليبيين الآن نقدم الدعم الضروري لهذا الاتفاق السياسي ولهذه الحكومة ولهذا المجلس الرئاسي، ليس لأن الاتفاق السياسي هو شيء ممتاز أو لأن المجلس الرئاسي شيء ممتاز أو أن الحكومة المشكلة ممتازة، لا ضعيفة كلها، ولكن لأن الظروف التي نمر بها لا تسمح لنا بتطوير أي بديل آخر، والذين يعارضون
الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي والحكومة لم يطرحوا أي بديل. السيد نوري بوسهمين والجماعة اللي معاه اللي نفخونا راسنا وهم يقولوا والله الاتفاق السياسي صنيعة مش عارف منو ومصادرة للحق للسيادة الوطنية ومش عارف شنو والإرهاب توخدوا كما قال الدكتور المريمي وافقوا على مشروع مسودة اتفاق سياسي نسخة طبق الأصل من الاتفاق السياسي بتاع الصخيرات ما عدا المادة 8 والمادة 14. المادة 8 تحول حافتا والمادة 14 تلغي قرارات البرلمان وافقوا عليها بيتوشد بنا نديره. فلهذا أعتقد أنه حان الوقت للليبيين حتى المعارضين للاتفاق السياسي أن يعيدوا النظر في موقفهم ويدعموا هذا الاتفاق ومن ثم يمكن إصلاحه يمكن تغيير الحكومة. ماذا عن تخوف بعض المواطنين من حرب قد تكون في طرابلس؟ لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب في طرابلس حول هذه الحكومة. أعتقد أن هناك توافق كبير بين الثوار وبين التشكيلات العسكرية الأخرى وبين الكتل السياسية والنخب السياسية في ليبيا وفي طرابلس، وأعتقد أنها ستمر بسلام. سنجد بعض المعارضة ولكن لا أعتقد أنها معارضة ستوقف هذا المد. الأستاذ صلاح البكوش الناشط السياسي، شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا مشاهدينا فاصل قصير وسوف نناقش بالجزء الثاني من حلقتنا ببانوراما اليوم ملف هيئة صياغة الدستور ومطالب شعبية رافضة لمسودة لجان العمل بالهيئة. فاصل ونواصل. عشان نلعب فيه قصة الغريق طمازيغ. نبي رد الحوش. نبي مدرسة كويسة عشان نقرأ فيها. نبي حوش كبير معاش. نبي نسمع صوت تفجير. أنا نبي الملاعب نلعب فيها. من هنا يدا بيد سنبني سنزرع سنلعب لنرسم أجمل غد، حباً في وطن ينتظر منا العطاء، حباً في مجتمع يريد العلا، حباً في توحيد الصف للارتقاء. ولأننا نحب ليبيا وجب علينا الالتقاء. طيار مش ندافع عن بلادي. أما نكبر نبي نروح مهندس مش نبني حشان لليبيا. نبي نولي محامي مش ننصر المظلوم. نبي نطلع مدرسة مش نعلم الأجيال. برجع ماما ونروح دكتور. نكبر بيولي مهندس.
حيث تتسارع الأحداث وتتلاحق. نكون هناك، نتقصى الخبر، وعندما تختلط الأوراق نبحث وندقق، نستفسر ونتساءل، ونستطلع كواليس صناع القرار. نسلط الضوء على الأحداث ونوثق تفاصيل الخبر. الأخبار من كل الزوايا على ليبيا بانوراما. أهلا بكم. هيئة لصياغة مشروع الدستور الليبي تجتمع في أقصى جنوب شرق الوطن العربي في سلطنة عمان. مجرد قراءة هذا الخبر تجعل من علامات التعجب علامة مسجلة على وجه أي ليبي حر يحب بلاده ووطنه. كيف للدستور الليبي أن يصاغ أو يناقش في بلد آخر وإن كان شقيقا وصديقا؟ نتحدث عن صياغة مشروع الدستور وهذه الهيئة، ومعي بالأستوديو الأستاذ محمد زيادة المتحدث باسم منظمة موطني للحقوق والثقافة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. قال الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السيد صديق الدرسي أن اجتماعات أعضاء الهيئة المنعقدة في سلطنة عمان لن تكون ملزمة للهيئة طبقا لقرارها بجلستها 67 بمدينة البيضاء، وأشار إلى أن مشاركة أعضاء الهيئة في الاجتماعات الجارية بسلطنة عمان تمت بمبادرات شخصية منهم، مشيرا إلى أن الهيئة لم تقرر تتخذ قرارا بذلك. مبادرات شخصية تتحكم في مصير ليبيا. سأأخذ تعليقك عن ما يحدث بسلطنة عمان واجتماع هيئة الدستور، ولكن بعد أن نشاهد معا ومع مشاهدينا هذا التقرير الذي يتحدث عن صياغة مشروع الدستور ولن نعود. فأنتم اليوم بين أيديكم مستقبلا عظيما لليبيا، أنتم اليوم تكتبون التاريخ. هكذا جاءت كلمة وزير الخارجية العماني في مستهل جلسات هيئة صياغة الدستور الليبي المجتمعة بمدينة صلالة بسلطنة عمان. جلسات تأتي بعد لقاء تونس الذي جمع المبعوث الأممي مارتن كوبلر بعدد من أعضاء الهيئة. خلال لقاء تونس حث كوبلر أعضاء الهيئة على تجاوز الخلافات التي عطلت التوافق على المسودة الأخيرة، خلافات تراكمت منذ البدء، فالهيئة التي انطلقت في عملها في أبريل سنة 2014 شهدت من العراقيل والمعوقات الكثير، أغلبها بسبب الظروف الأمنية والسياسية، كما عرفت من الخلافات نصيبا، إما حول باب السلطة التشريعية بين فريق يرى بوجوب أن تكون بغرفتين الشيوخ والنواب، وآخر يرى بأن مجلس النواب لوحده قادر على تمثيل كل الليبيين، وإما حول الفيدرالية ومقترحات التقسيم الإداري. خلافات ينضاف إليها تعليق عضوية رئيس الهيئة علي الترهوني بحكم قضائي بوصفه حاملا لجنسية أمريكية فضلا عن جنسيته الليبية، وينضاف إليها كذلك رفض مجالس الحكماء والشورى بالمنطقة الجنوبية نقل جلسات الهيئة إلى خارج البلاد، مطالبة ممثل المنطقة الجنوبية بالهيئة بمقاطعة الجلسات في حال تم نقلها إلى الخارج، وهو ما سيفقد مقررات الهيئة ومخرجاتها الشرعية. هذا علاوة على رفض طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني الليبي للمسودة الثانية من الدستور، حيث عبر ائتلاف لعدد من الجمعيات تحت شعار لا لدستور يميز بين الليبيين، عبرت عن رفضها لمحاولة أقلية داخل الهيئة اعتماد المسودة الثانية من الدستور، ورفضها لما اعتبرته عدم تكافؤ بين الليبيين وعدم ضمان لحقوق مكونات الشعب الليبي. اضطراب مسار كتابة الدستور الليبي من المحتمل أن يؤثر على مسار الاتفاق السياسي لتعلق استحقاقاته وجدوله بمقررات هذا الدستور، فهل يرى دستور ليبيا النور قريبا؟
وأي مصير للاتفاق السياسي بدون دستور يؤطل استحقاقاته. إذن مشاهدينا، كما تابعنا معا في هذا التقرير نقل لجلسات أو اجتماع لبعض من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في سلطنة عمان، كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لدولة سلطنة عمان، ولكن هذا دستور ليبيا، دستور ليبي. أجدادنا من صاغوا دستور ليبيا في 51 من القرن الماضي صاغوه داخل الأراضي الليبية وبأيادي ليبية وبالدم الليبي الذي دفعه أجدادنا من عمر المختار والسويحلي وبالخير وغيرهم والباروني وغيرهم دفاعا عن أرض هذا الوطن. الآن نشاهد من انتخبهم الليبيون يجتمعون في سلطنة عمان. تعليقك عن المبادرة الشخصية التي تتحكم في مصير ليبيا، تفضل. بسم الله. طبعا هي كتابة الدستور يعتبر من الأعمال السيادية أو الفوق السيادية في أي دولة، ممارسة الأعمال السيادية لأي دولة مفروض تكون على ترابها، لأن غير ذلك يعطي مؤشرات سلبية تجاه الدولة. هو مثل هذا الإجراء يعكس حجم الهوة العميقة من الخلاف اللي سايدة حاليا في داخل الدولة الليبية. هناك فجوة عميقة وهو عميقة جدا من الخلاف بين المفاهيم والأفكار والمكونات متاع المجتمع، تنعكس في التصرفات متاع الكيانات السياسية أو متاع الأفراد. واحد من التصرفات هذه هو نقل مثلا اجتماعات لجنة صياغة الدستور خارج ليبيا بدون حتى توضيح الأسباب، مجرد مبادرات شخصية أو مقترحات شخصية تم الموافقة عليها والذهاب بها. شن الأسباب، شن اللي بنكسبوه من خلال نقل الجلسات هنالك، شن النتائج الإيجابية اللي حنحصل عليها، لم يوضحوها لنا حتى نقدروا نقتنعوا أو ما نقتنعوا. سأذكر لك بعضا مما صرح به أحد أعضاء الهيئة، أن الأعضاء اتفقوا خلال اجتماعهم التشاوري الثاني في سلطنة عمان على معايير تقسيم وحدات الحكم المحلي واختصاصها والرقابة عليها والمجلس الأعلى للحكم المحلي. وأضاف هذا العضو الذي طبعا طلب عدم ذكر اسمه إلى أحدى الجهات الإعلامية، أن الاجتماع الذي عقد اليوم مع مكوني التب والطوارق لم يحضره الأمازيغ فيما لم تتضح أسباب التغيب بعد. كيف لبعض الأعضاء برأيك فقط أن يقرروا مصير الليبيين؟ يعني هناك أعضاء كثيرون موجودون داخل ليبيا، إن كان في يعني مناطقهم أو في مقر الهيئة بمدينة البيضاء. ما ذكرت أنت هذا أعمال أنجزوها وليس الأهداف من نقل أنجزوها، ولكن أين؟ إيه عارف، لا قصدي أنا اللي سؤالي مفروض وضحوا شن الفائدة اللي حنجنيها نحن من نقل الاجتماعات. هذا كان ممكن إنجازها في غدامس ولا في البيضة ولا في طرابلس ولا في طبرق ولا في أي مدينة ليبية أخرى كان يمكن إنجازها. شن الفائدة الإضافية اللي إحنا نتحصل عليها من الذهاب إلى عمان؟ كان مفروض يوضح، وأنا زي ما قلت لك هذا يوضح حجم الخلاف الشاسع والهو القائم وعدم قدرتنا على الجلوس والاتفاق فيما يخص أمورنا العليا، فما بالك بالتفاصيل. طيب برأيك هل تماطل الهيئة في إصدار دستور يتفق عليه كافة الليبيين؟ وأنت تحدثت عن الفائدة، يعني هل كل هذه المماطلة لتستمر أكثر في التمتع بالمزايا المالية والإدارية، أم أنه فعلا من الصعب إرضاء أو اتفاق الليبيين على دستور واحد؟ لا أستطيع أن أجزم جزما أنه هو عمل عمدي، خاصة أنه نحن التقينا مع كثير من الأعضاء سواء المقاطعين أو الآخرين، وكثير منهم يعني تحس فيه الجدية أو محاولة أن يكونوا جادين في إنجاز عملهم. ولكن أعتقد كذلك حجم شقة الخلاف اللي موجودة ما بين الأطراف وكل محاولة التقسيم على أساس المواطنة وعلى أساس الأقالية وعلى أساس الجهات، الخلافات هذه تؤخر جدا الأعمال وتوقفها أحيانا لفترات طويلة، ولا أعلم كثير من الأحيان يشار إلى رئاسة المؤتمر لم تكن حازمة في المواعيد وفي إدارة رئاسة الهيئة تقصد رئاسة الهيئة لم تكن حازمة في ضبط المواعيد والاجتماعات لإنجاز أعمال وفق خطط وجداول زمنية محددة. تغيرت الآن رئاسة الهيئة وأصبحت الاجتماعات في دول أخرى. تمنينا لما تغير أن تسير إلى الأحسن، إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ، لأن الاجتماع بدون النصاب لن يمثل شيئا بدون اكتمال النصاب.
كوبلر يرد على أسئلة الصحفيين في سلطنة عمان فيما يخص الدستور الليبي، وهو دستور ليبي. يعني هل هذا الدستور ليبي أم دستور ألماني؟ يتحدث السيد المبعوث الدولي إلى ليبيا ويتحدث ويجيب على أسئلة الصحفيين فيما يخص الدستور الليبي، يعني كيف يكون هذا؟ هو احنا إذا كان قبلنا المفاجأة الأولى بالذهاب إلى سلطنة عمان، فأي مفاجأة أخرى لن تمثل مفاجأة، لأن صراحة الأمم المتحدة في الشأن الليبي بصورة عامة كان من المفترض أنها هي راعية للحوار، راعية لإنجاز مستحققات معينة، وهي طرف خارجي مجرد يجمع الأطراف ويخلى هي تنفذ المستهدفات متاعها، وفي نهاية المطاف أصبحت هي المسؤول الرئيسي. هو ذكر بأن هدف اللقاء أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة المشروع في سلطنة عمان هو تقريب وجهات النظر حسب ما ذكر، والخروج بمسودة يتفق عليها جميع الأعضاء ليتم التصويت عليها يعني داخل ليبيا. هذا ما ذكر. سأعود إليك للحديث عن هذا الموضوع أكثر، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الفتاح عاشور، عضو حراك الشرعية الدستورية. سيد عبد الفتاح، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سيد عبد الفتاح، كيف تعلق أو كيف قرأتم اجتماعات بعض من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في سلطنة عمان؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر ضيفك الكريم وأشكر قناتك المحترم مشاهدي الكرام. شكرا لك. طبعا سؤالك حرج علي سؤال آخر، وهو مبررات نقل الجلسة إلى عمان. طيب سيد عبد الرؤوف، سأعود إليك، هناك مشكلة بالاتصال معك. أعود إليك أستاذ محمد زياد، المتحدث باسم منظمة موطني للحقوق والثقافة. أنتم كمؤسسات مجتمع مدني، هل تواصلتم مع الهيئة؟ ما هو دوركم في صياغة الدستور؟ كيف يمكن أن تتعاملوا مع أعضاء الهيئة بحيث أن توصلوا بعضا من آراء الشارع الليبي أو المجتمع المدني الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؟ هو طبعا الحراك لتصحيح وضعية الدستور وفق الصياغة المقترحة والمسودة المقترحة حاليا بدأ بشكل جدي بعد عودة الأعضاء المقاطعين من مدينة البيضاء وظهورهم في الإعلام وتوضيحهم لعدد من النقاط اللي هي مدرجة داخل المسودة المقترحة للدستور، وأوضحوا الخلل اللي موجود فيها ونقاط ضعفها. واحنا كمنظمات مجتمع مدني، منظمات حقوقية أو قانونية أو ثقافية، طبعا اهتمامنا مش في الشأن السياسي بشكل خاص، لكن من الجانب الحقوقي والثقافي. طيب أنتم اعتصمتم أمام المحكمة وكان لكم مطالب وذكرتم بأن هناك خلل في آخر المسودات التي ربما تسربت أو أعلن عنها أعضاء الهيئة، ما هي هذه المطالب تحديدا؟ طبعا بعد اللقاء مع أعضاء الهيئة المقاطعين والاستماع لهم والاطلاع على المسودة المقدمة لاحظنا مجموعة من النقاط، لكن كان اهتمامنا الرئيسي منصب عليه مبدأ حق المواطنة. حق المواطنة هو حق يضمن المساواة والمشاركة بين المواطنين، وهذا حق مبدأ متبنى في كافة الدول المتقدمة. لما تبنى الدساتير والقوانين على هذا الحق تضمن نشوء دولة فيها المساواة وفيها العدالة، وذلك تضمن السلم الاجتماعي وأن الناس تعيش بشكل متساوي والشعور بالانتماء للدولة. نعم. إذا كان خليت بهذا الحق موطن الخلل أستاذ محمد هنا أين هو؟ يعني أنت تتحدث عن المواطنة، كيف فرق أو كيف صاغ أعضاء الهيئة التأسيسية هذه النقطة بحيث أنكم اختلفتم معهم فيها؟ طبعاً في المسودة موجود فيها مجموعة من المواد اللي تشير إلى الاعتماد على حق المواطنة في علاقة المواطن بالدولة. طبعاً حق المواطنة هو حق هو مبدأ يمثل علاقة المواطن بالدولة ويمنع تغول الدولة على المواطن، ويعطي المواطن مجموعة حقوق ويطلب منه مجموعة واجبات. ففي مجموعة مواد، مثل المادة في الديباجة تشير إلى مجتمع قائم على المواطنة ودولة القانون. في المادة 9 المواطنون متساوون أمام القانون. المادة 21 مبدأ تكافؤ الفرص. المادة 28 حق التصويت والترشح، يتساوى المواطنون وفق القانون في حق التصويت والاستفتاء والترشح.
المشاركين من الخارج متساوون امام القانون. هذه كلها طيب هذه كلها أين بنود خلل في حنجيك حنجيك هذه البنود كلها تشير الى حق المواطنه وهي مريحه جدا لاي مطلع على الدستور. نعم. بعدين لما تخش في الجانب الادوات التنفيذيه نتاع الدوله اللي هي اجهزه الدوله اللي هو نعم. مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتخابات الرئاسه تجد ان النظام الانتخاب او نظام كذا يعطي فروقات في حجم الاصوات ما بين المناطق بحيث ان صوت الفرد الواحد لا يساوي صوت الواحد الفرد الواحد في منطقه اخرى. كيف ذلك؟ يعني لنوضح اكثر للمشاهد كيف لما تقول ان مجلس الشيوخ هو 72 24 24 24 ال 24 في منطقه ما حيمثلوا 3 مليون او 4 مليون وال 24 طيب في منطقه يعني اخرى انت هم اعتمدوا على التقسيم التاريخي وهو ثلاث اقاليم كانت بدايه المملكه الليبيه وثلاث ولايات يعني ولايه طرابلس ولايه فزان ولايه كذلك برقه يعني رجعوا الى التاريخ وبنوا على هذا الشيء بحيث ان تقسيم ليبيا الى ثلاث لم يقسم في الدستور الى ثلاث اقاليم. هذه واحده من المشاكل. انا اقصد كفكره وليس كواقع تقسيم. عندما تقول لي 24 24 24 24 وين و24 وين و24 وين في ثلاث مناطق في ليبيا ثلاث اقاليم هذا الدستور 51 نفس الاقاليم تاع الدستور 51 المجتمعات في تطورها تمر بمراحل وكل مرحله عندها ضوابطها واحكامها وظروفها وافضل ما توصل اليه علم الاجتماع والسياسه و ومن الذكاء انك تستعمل في كل حين افضل ما يمكن الحصول عليه في حينه. ولما في 51 صيغ الدستور والقانون في حينه كان ممكن من افضل ما يكون في وقتها. في 63 تم التعديل الى مستوى معين. حاليا المفروض احنا نطلعوا الى الامام ودولة المساواة والعدل هي أفضل خيار لنا إذا كان بنبني ليبيا بشكل سليم، لأن عدم المساواة في الحقوق سينتج عنه شعور بعدم بالغبن من طرف تجاه آخر، وهذا قد ينمو مع الوقت ويسبب حتى يعني مشاكل في بناء الدولة وتصدعات. يعني معظم المطالبات الحالية المبالغ فيها هي نتاج لشعور بالظلم خلال فترات سابقة، واللي يشعر بالظلم مره ما يمارساش على الاخرين من المفترض. انت شعرت بانك خلال فترات سابقه هضمت حقوقك ولذلك تطالب بحقوق اضافيه حاليا لتعويض عن حقوق شعرت بانها انك غبنت فيها وظلمت فيها في فترات سابقه. هذا حيؤدي في النهايه الى نفس اللي واقعين فيه احنا توا بعد. اذا انت تتحدث عن الكثافه السكانيه الموجوده يعني غالبيتها في المنطقه الغربيه. انا لا اريد ان اتحدث عن مناطق بعيني حتى لا ابدو اني ادافع عن جهه، انا احكي نعم. عن مواطن في غرب ليبيا وفي شرق ليبيا في شمالها في جنوبها يتمتع بنفس الحقوق المتساويه وحيكون في صالحه. يعني لو اكتسب حقوق اضافيه مقابل جهه ثانيه مع الوقت حتسبب له مشاكل اكثر من فوائد، ولكن طيب. التمتع بحقوق متساويه جنوبا وشمالا نعم. وشرقا. ساعود اليك الحديث اكثر عن هذه النقطه سيد محمد. دعني اعود الى الاستاذ عبد الفتاح عاشور عضو حراك الشرعيه الدستوريه. استاذ عبد الفتاح اهلا وسهلا بك مره اخرى، ونتحدث عن اجتماع اعضاء الهيئه الدستوريه او الهيئه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور في سلطنه عمان. بعض من الاعضاء اجتمعوا هناك، ان كان لديك اي تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك واشكر قناتك الموقره وضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. افتي علي استاذي الكريم، تفضل علي. نعم استمع اليك، تفضل. طبعا انت طرحت هذا السؤال باعتبار ان لماذا عقد جلسات في عمان؟ انا لم اطرح سؤال مقابل للكلام، يعني ما هو المبرر لعقد جلسه في عمان؟ هذا ما اريده الرد عليه، يعني حتى من الاخوه اعضاء الهيئه التاسيسيه لصياغه الدستور. يعني المبرر في يعني مبرر يعني ربما نجد لهم العذر، ولكن اعتقد ان ليس هناك وجود اي مبرر في انعقاده في عمان. طبعا طيب اذا انت ترفض يعني اجتماعهم في دوله اخرى، يعني ما رايكم انتم كحراك دستوري او حراك الشرعيه الدستوريه في مخرجات نعم. هذه الهيئه الان من المسودات المقترحة للدستور الليبي؟ نعم سمعت سؤالك معلش. سألتك ما رأيكم أنتم كحراك الشرعية الدستورية في مخرجات هيئة صياغة الدستور فيما يخص المسودات المقترحة للدستور الليبي؟
اوكي. طبعا المخرجات هذه طبعا يعني بنيت على اساس ان ليبيا غنيمه وليست غريمه. بنيت على محاصه، مع العلم اني لا احب هذه الكلمه. قصه التقسيمات وما حدث فيها، يعني لو نلاحظ ان بدايه يعني ابازه الدستور مع وجود بعض القوانين هو صار في تفصيل الحقوق والحريات العامه للافراد. يعني نلاحظ تكلم عن حقوق الطفل والام في نقطه معينه، ثم رجع في نقطه ثانيه يعني تكلم عن الطفل فقط، تكلم عن التعليم، تكلم عن البحث العلمي. يعني تركيزه على هذه الحقوق، في حين ان الجوهر المسوده وجوهر الدستور يكمن في طريقه الحكم وتوزيع السلطات بين السلطات الثلاث. هذه الاشياء لم تكن موجوده، في حين في بعض الجزئيات موجوده في طريقه الانتخاب. يعني يراعى التوزيع الجغرافي، يراعى التوزيع الجغرافي. يعني لم افهم هذه الكلمه المبهمه. طريقه الانتخاب عندما اعلن سن 25 يكون العضو المترشح لمجلس النواب 25 سنه، ما هي 25 سنه؟ هل هي ميلاديه ام هجريه؟ نفس القضيه تسري على الترشح لمجلس الشيوخ. يعني الطريقه اللي سمي بها مجلس الامه كمجلس شورى، لا ادري ما الغرض والغايه منها. اعتقد يا اخي والساده المشاهدين، انما بني على باطل فهو باطل. يعني التكريس في عمليه الانتخاب بناء على يعني بمعايير الانتخاب الهيئه الدستوريه، وهذا الموضوع اصر عليه وكتب حرفيا في مسوده الدستور. يعني يوم 5/7/2012 بدا هنا تم التغيير، بدل من تعيين الهيئه لصياغه الدستور يعني يكون يعني ملائم لجميع الليبيين، فهنا اصبح موضوع انتخاب. يعني قصه حتى قضيه الاستفتاء اللي يعني ماسكين فيها الان هم، هي تعتبر تحصيل حاصل، طالما ان الهيئه في حد ذاتها منتخبه، فهنا حتى طريقه الاستفتاء سواء استفتى الشعب او لم يستفتى، هنا تعتبر هي تحصيل حاصل وتمرير للدستور. ما يطالب به الاخوه المقاطعون، نحن طبعا لسنا في صدد التحدث باسمائهم، ولكن اعتقد ان لديهم الحق في مقاطعه بعض الجلسات، في حين انهم يعني في حد ذاتهم لم حتى يدعوا، حتى في لو اعتبرنا ان هناك مبرر لعقد جلسه في دوله سلطنه عمان، لم يدعوا الى هذه الجلسه. بالتالي ارى ان الموضوع يعني لا يخلو من اشياء محدده، او لا يخلو من اجندات معينه يحاولون فرضها على. نعم، اذا انتم غير راضون عن ما نتج من مسودات عن طريق هذه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. الأستاذ عبد الفتاح عاشور، عضو حراك الشرعية الدستورية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إزليتن. أعود إليك أستاذ محمد زيادة، المتحدث باسم منظمة موطني لحقوق والثقافة. أستاذ محمد، يعني تحدثت عن التقسيم السياسي ومن حيث المناصب والترشح، ماذا عن تقسيم الموارد التي تنتجها او التي هي موجوده في ليبيا؟ ماذا عن الموارد ان كان في الصناعه، في الزراعه، في غيرها؟ يعني حسب الصياغه اللي موجوده في المشروع، او على الاقل النسخه اللي اطلعت عليها، طبعا تشير الى ان هذه تنظمها قوانين تصدر. نعم. وتعطي اولويه للجهات اللي فيها الموارد هذه والجهات الاقل نموا، فإلى حد ما الصياغة في هذا الجانب يعني نعم. طيب، قال كذلك رئيس الهيئة الدستورية السيد جيلاني عبد السلام مرحومة، أن الهيئة ستعرض ما توصلت إليه على الشعب الليبي، ولا يعتبر نافذا إلا بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي. توقعاتك لنتيجة الاستفتاء؟ طبعا هي نتيجة الاستفتاء تعتمد على وعي الناس ووعي الرأي العام، وهذا دور الرئيسي للإعلام ودور الناس اللي فاهمة واللي تتمنى لليبيا مستقبل مبني على الأسس منصفة وصحيحة وسليمة، أن توعي الناس قبل موعد الاستفتاء حتى تأخذ رأيها على بينة وتفهم نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الدستور،
بحيث إذا كان رأتنا نقاط الضعف في حال تم عرض هذه المسودة للاستفتاء الآن، توقعاتك سيقبل بها الشعب أم يرفضها؟ يعني طبعا هذا يحتاج إلى سبر آراء وفق الأساليب العلمية، لكن لا أستطيع أن نتوقع. طيب جيد، يعني أنتم كحراك مدني اعتصمتم أمام المحكمة بطرابلس اليوم، ما هي خطواتكم القادمة؟ هي جزء من خطة عمل زي ما تنتم بكر، التواصل مع الأعضاء المقاطعين، إيصال صوت الشارع، إيصال صوتنا إلى الشارع، وإيصال صوت الشارع إلى الهيئة التأسيسية حتى تعدل من خط سيرها بناء على رأي الشارع، توعية الرأي العام والشارع بما يرد في الدستور من إيجابيات وسلبيات حتى يتخذ موقف وهو على بينة، نقوم بورش عمل وبلقاءات، كان في عندنا في مغريان في الأصابعة في هنا في طرابلس جلسات مع القانونيين والحقوقيين. هل تعتقد بأن هذا الدستور سيرى النور؟ بوضعه الحالي من الصعوبة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد زياد المتحدث باسم منظمة موطني للحقوق والثقافة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية بانوراما اليوم، نتمنى كل الخير لليبيا، حفظها الله وحفظكم أيضا. تحياتي أنا صالح آدم، إلى اللقاء.